سامسونج إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، وعلى خلاف منافستها الأمريكية كأبل أو ديل، فإن سامسونج لم تولد داخل غرفة نوم بالحي الجامعي أو حتى بمرآب تحت المنزل. على العكس، ظهرت سامسونج على الساحة يوم استيقظت كوريا على أكثر الحروب تدميرا في تاريخها. في هذا الفيديو ستشاهدون كيف مهدت تلك المجزرة الطريق لهيمنة سامسونج على نطاق عالمي. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ لم يكن النصف الأول من القرن العشرين لكوريا فصل ربيع إنجاز التعبير، فقد كان للتدخل السياسي للإمبراطورية اليابانية وعلى مر 100 عام الأثر الكبير في كسر السيادة الكورية وجعلها خاضعة للتحكم الياباني، ثم ملحقة محتلة رسميا سنة 1910. ولكم أن تتخيلوا كم كانت بشاعة الاحتلال الياباني، فقد تم تهجير العديد من المزارعين من أراضيهم والتجار من محلاتهم. وكأي محتل له غايات استعمارية، فإن اليابان كانت على وشك استيطان كوريا باليابانيين، بدليل ارتفاع نسبة سيطرتها على الأراضي الكورية من 8% إلى أزيد من 50% خلال 20 سنة فقط. وبدأ لزمن غير قليل وكأن كوريا بدأت تفقد هويتها الوطنية، فقد منعت السلطات اليابانية تدريس اللغة الكورية في المدارس، بل أرغمت السكان المحليين على تغيير أسمائهم. وكان لابد من انتظار هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية حتى تستقل كوريا من الاحتلال، كما كان للبلبلة داخل الإدارة العسكرية لكل من أمريكا والاتحاد السوفيتي أثر إيجابي على الشعب الكوري، حيث كان متفائلا ولو باحتراس شديد. وهذا التفاؤل الكبير كان من نصيب لي بيونغ شول، الذي كان محظوظا ضمن القليل من الكوريين الذين استهلوا مشاريعهم إبان الاحتلال الياباني. في سنة 1938 أنشأ لي بيونغ شول شركة صغيرة مختصة في نقل البضائع وتصديرها، أطلق عليها اسم سامسونج. ومنذ البداية استغل بيونغ شول ميزة كبيرة لصالح شركته المتواجدة آنذاك بمدينة ماسا بالساحل الجنوب الشرقي، حيث تستغل اليابان ذلك المرفأ كأهم واجهة بحرية، وذلك لنقل جميع ثروات كوريا في اتجاه الأراضي اليابانية. في حقيقة الأمر لم يكن لي متعاونا مع العدو، لكنه استغل جيدا الترخيص الاستثنائي الذي منحته إياه سلطة الاحتلال، كاستفادته من القروض البنكية اليابانية مثلا، الشيء الذي لم يكن متاحا لغالبية الكوريين. بينما كانت سامسونج مشروعا متواضعا خلال فترة الاحتلال، فإن فجر الاستقلال لكوريا الجنوبية أتاح فرصا من ذهب ليلي، فقد باتت سنوات ما بعد التحرير زمنا مناسبا للعديد من رجال الأعمال الكوريين، وذلك لسبب بسيط وهو بقاء المنشآت والممتلكات اليابانية داخل كوريا. لذلك كانت الحكومة الكورية توزعها بشكل سخي مقابل دولارات معدودة في سبيل إعادة بناء البلاد. كان كل شيء على ما يرام بالنسبة لسامسونج، لكن الحرب بين الكوريتين اندلعت، واجتياح كوريا الشمالية للجنوب انقلب إلى حرب بالنيابة عن المعسكر السوفيتي من جهة والمعسكر الرأسمالي الغربي من جهة ثانية. وبكل أسلحتهم الحديثة تم تدمير كبريات المدن بما فيها من مصانع ومنشآت حيوية. خلال هذه الحرب بين الشمال والجنوب والتي دامت لثلاث سنوات، تم القضاء على 60% من معامل النسيج والكيماويات، وكذا 50% من خطوط السكة الحديدية. وعند نهاية الحرب احتاجت كوريا الجنوبية إعادة تشييد بنيتها التحتية بالكامل، لكن الشركات المحلية كانت في بداياتها ولا تستطيع النهوض باقتصاد وطني بالكاد يسير زحفا، فالأسعار في تصاعد درامي، حيث اضطرت حكومة كوريا الجنوبية لسك المزيد من العملة لتغطية نفقاتها العسكرية المنتشرة على مداها، لتبلغ نسبة التضخم درجة قياسية في يوليوز من سنة 1953، حين كانت الأموال المتداولة في كوريا أكبر ب 24 مرة خلال ثلاث سنوات فقط. مستقبل كوريا الجنوبية كان على المحك آنذاك، ومعه مستقبل سامسونج أيضا، لكن ولحسن الحظ صار على عام سام لمساندتهم. فبانتهاء الحرب أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية صيغة جديدة من مخطط مارشال خاص بكوريا الجنوبية لتحذو الأمم المتحدة حذوها بعد فترة وجيزة. فخلال خمسينيات القرن العشرين تم ضخ 3 ملايير دولار في خزينة الحكومة الكورية، والتي بدورها اختارت الشركات المتوسطة والكبيرة للاستفادة من هذا الدعم. سامسونج كانت من بين هذه الشركات، ومن دون شك كان ذلك بفضل العلاقة الوطيدة التي كانت بين لي والرئيس الكوري الجنوبي الأول. في الواقع كان حجم المساعدة التي تلقتها سامسونج خلال فترة ولايته أمرا محيرا، حيث على الرغم من فرض الحكومة قيودا جدا صارمة على الصادرات، كانت تعطي سامسونج تراخيص بشكل خاص وبإعفاءات ضريبية لتصبح بعيد الحرب أكبر مصدر لخردة الحديد على سبيل المثال للحصر خلال عام واحد فقط.
كان الدعم الأمريكي لسامسونج بمثابة نقطة انطلاق جد مهمة، حيث امتد نشاطها من مجال نقل البضائع إلى قطاعات أخرى. ففي سنة 1953 بدأت الشركة في إنتاج السكر والدقيق لتمر إلى صناعة النسيج. سمح ذلك الدعم المالي الأمريكي لسامسونج بشراء مصانع في حالة إفلاس وبشكل انتهازي ليتم إعادة تشغيلها في زمن قياسي، مما جعل الشركة تحقق نمواً اقتصادياً بمعدل 93% سنوياً خلال خمسينيات القرن العشرين. إلا أن المساعدة الأمريكية لم تكن إلا جزءاً من العملية، لأن حكومة كوريا الجنوبية كانت تمنح قروضاً ضخمة لشركة لي وبفائدة مالية منخفضة جداً. كان لي أحد أكبر المستفيدين من الإقراض الحكومي من خلال البنوك المرتبطة بالحكومة، والأمر المضحك حقاً هو أنه بمجرد حصوله على المال يلتف ليقوم بشراء تلك البنوك ذاتها، ليستحوذ في نهاية العقد الخامس على 3 أبناك كانت تابعة للنظام، ما سهل عليه دخول قطاع التأمينات والصناعة الكيماوية، معتمداً في ذلك على قربه من صديقه الرئيس. لقد نمت شركة سامسونج بشكل هائل لدرجة أنه لا يمكن حتى لثورة شعبية أن تسقطها، وبالتالي عندما أطاح الجيش بنظام صديقه عام 1961 لم يكن لي قلقاً للغاية. فالإدارة الجديدة للدولة فتحت أبواب التصدير على مصراعيها، الأمر الذي كان ملائماً لسامسونج، فقد كانت في وضع جيد للغاية بفضل الدعم الحكومي السابق، الشيء الذي لم يتغير بالرغم من تغيير النظام السياسي، حيث ظلت الشركة تحت الرعاية الحكومية من الناحية المالية. لعل أشهر قطاع لسامسونج حاليا هو قطاع الإلكترونيات، والذي بدوره كان نتاج الدعم الحكومي. ففي سنة 1969 قامت الدولة بتخفيض المستحقات الضريبية بنسبة 50% على صناعة الإلكترونيات، حيث كانت شركة سامسونج للإلكترونيات الشركة الوحيدة المتواجدة آنذاك، بل إنها أنشئت في السنة نفسها. باتت شركة سامسونج رمز الحضارة العصرية لكوريا الجنوبية إبان السبعينيات من القرن الماضي، حيث تقوم الشركة بتزويد السوق المحلي بالمعدات الإلكترونية المنزلية الحديثة لتقفز بسرعة لصناعة شبه الموصلات الإلكترونية وبالتالي إنتاج الهواتف الذكية. بطبيعة الحال لم يكن كل هذا الإنجاز ممكنا دون المكانة المرموقة للي بيونغ شول بقربه من مركز اتخاذ القرار على مر السنوات، بالإضافة إلى دهائه في استغلال الفرص، خاصة ميله الدائم لأي نوع من الأنظمة الحاكمة وترسيخ العلاقة معها. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.